عليكم. فرحان انا كده ومزقططه لما شفت الكتكوته كبرت. البنوته النجمه اللي معايا دلوقتي بنتنا، يعني بنت الوسط الفني، كنا بنشوفها من وهي قد كده، واسم الله عليها اتربت وسطنا وبقت نجمه حلوه قوي وممثله جميله جدا. في الكوميدي عسليه، في التراجيدي يعني توجع قلبك، في الشر تقول ايه ده، مين البت دي؟ فنانه معجونه فن، يمكن جينات لان مامتها فنانه محترمه وجميله وزميله عزيزه جدا جدا، ويمكن كده منحه ربنا قال لها، يعني انا وهبتك نعمه ان يبقى عندك حضور وقبول. معايا بنتنا الجميله النجمه ياسمين رحمي. ايه العسله دي؟ انا مبسوطه قوي بالمقدمه يا حبيبتي. انا طايره دلوقتي. ده حقك، انت متربيه في وسطنا، واول ما شفتك بقالي كتير قوي شفتكيش، فقلت اسم الله ايه ده، ده انا كبرت قوي. لا خالص، انا اولا مش عارفه اقول استاذه نشوى. لا انت ماما على طول. انا لا ماما، انا يعني احنا مش انا مش كبيره ولا حضرتك كبيره. طب يا حبيبتي انا شفتك من وانت صغنطوطه كده بتلعبي حوالينا، فانت يعني زي عبد الرحمن ومريم. لا 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 لا، انا كبيره وحضرتك صغيره جدا. مش فاهمه، عبد الرحمن ومريم كبروا واتجوزوا. طب ما انا على وش جواز برضه. ربنا يحميك يا حبيبتي، ربنا يحميك. اولا انا مبسوطه جدا بالمقدمه لانها طالعه من ممثله انا بعشقها حبيبتي. انا بعشق ادوارك. وكمان في حاجه كمان الناس مش يعني مش لا اكيد الناس عارفاها طبعا، ان انت في التراجيدي وفي الدراما مرعبه في الجمال. طب بقى ما انت في ايد امينه، في ايد امينه انا كنت بسح من العياط على على الكاركتر. بصي يا حبيبتي خلينا فيكي، انت كمان رغم سنك الصغير لكن انت كمان قروبه وشطوره، ويعني لما بشوفك في كوميدي فبقول ايه العسليه دي، لما بشوفك في تراجيدي زي ما قلت توجعي لي قلبي، والشر شفتك في حاجه برضو لمحتك في حاجه يعني حربوقه، فاهمه اللي هو مسلسل زودياك. فاللي هو ايه ده؟ نرجع شويه، ماما طبعا ممثله جميله وزميلتنا حبيبتنا جدا، حبيتي تمثيل ازاي ومن امتى؟ وخدتي قرار ان انا لا انا هكون ممثله وانت عندك قد ايه؟ هو في البدايه ماما بتروح تصور. ايوه. فانا عندي فضول اروح معاها. طبعا. في الاجازه رحت اللوكيشن، عالم جميل جدا، الدنيا مختلفة خالص، احنا بنتفرج على المسلسل في التلفزيون ما بنتخيلش الكواليس ممكن تبقى عاملة كده. أنا عشقت الكواليس، بقيت بروح مع ماما التصوير بتاع 5 6 سنين بروح بتفرج بس، ونفسي منى عيني أقعد قدام الكاميرا زي بقية الممثلين وأبقى جزء من هذا التكوين الجميل. مع إن يعني سبحان الله المفروض الطفله في سنك الجو ده ما يعجبهاش لانه جو مرهق جدا، على فكره مش زي ما انت بتقولي يعني. انا عارفه مرهق، بس ان انت تحبي الجو ده جدا وما تحبيش مثلا تروحي تتفسحي في جنينه الحيوانات. لا لا لا. يعني تروحي الملاهي. يعني لو مثلا يلا ياسمين اوديك النادي عشان عندي تصوير، لا نادي ايه، خديني معاكي. طب يلا ياسمين عندك امتحانات، طب هذاكر بس خديني معاكي. يعني انا كان بالنسبه لي ان انا اروح معاها التصوير دي احلى متعه في الدنيا. فاكره ياسمينه طيب اول مره وقفتي قدام كاميرا؟ كنت صغيرة قوي، كان عندي 8 سنين، كانوا بيصوروا عندنا في العمارة، أستاذ يوسف شرف الدين المخرج كان بيعمل مسلسل، وأنا الطفلة بقى فضولية جدا قاعدة جنب المونيتور أتفرج وأتفرج على الممثلين وبتاع، فقال لي تعالي هنا أنت قاعدة لي كل شوية جنبي ليه على المونيتور؟ قلت له أنا عايزة أمثل. قال لي أنت عايزة تمثلي، أنت عندك 7 سنين أنت لسه طفلة، روحي ذاكري خشي مدرسة اعملي حياتك الطبيعية. قلت له لا أنا عايزة أمثل. قال لي طب أنا في دور صغير بنت أخت البطلة تعملي؟ قلت له يلا. عمل لي اختبار صغير ومثلت فعلا في المسلسل ده، كان اسمه احلام عمرنا. يا حبيبتي. لا احلام البنات، احلام البنات. كنت طفله صغيره ومثلت وقدام الكاميرا. قال لي ايه ده انت مثلتي قبل كده؟ قلت له لا خالص. قال لي امال ايه ده؟ قلت له ماما دربتني ومرنتني. دي كانت اول مره، ومن بعدها ما مثلتش خالص لحد ما كبرت، بس كنت بروح كل يوم مع ماما التصوير لو عندها تصوير اتفرج، اتابع، اتفرج على الكواليس، الكواليس اللي في مصر والكواليس اللي بره مصر، الافلام الاجنبيه متعه، تمثيل متعه. طب انت دراستك ايه؟ ماس كوميونيكيشن، اعلام انجلش. جامعه خاصه. كنت اتمنى ان انا ادخل معهد فنون مسرحيه. ما انا كنت لسه هسالك، طيب حد بشغفك ده وموهبتك كمان اسم الله عليكي، وانت حابه واضح جدا ان انت مش داخله
بتهزري او يعني بالصدفه، لا انت حابه جدا اللي بتعمليه. ليه 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 ما قررتيش تدخلي معهد فنون مسرحيه؟ انا ليا زمايل كتير جدا بيحكوا لي ان دخول المعهد صعب جدا وشاق جدا فعلا، وان علشان ادخل بيبقى مثلا متقدم 2000 واحد بيصفصفوا على 7 3 4000 كمان بيصفصفوا على 7، فالاختيار دقيق وصعب. كمان ماما قالت لي حاجه مهمه جدا، قالت لي افرض في يوم من الايام حصل لك اي مشكله او حصل لك اي حاجه وقررتي ان انت عايزه ما تمثليش، لازم يبقى معاكي شهاده تانية تعرفي تشتغلي. التفكير ده تفكير كل الامهات والبابهات وكل هو لا، طب خدي شهاده وبراحتك بعد واعملي اللي انت عايزاه. ودرست حاجه قريبه من التمثيل، الاعلام برضو احنا بندرس الاخراج وبندرس اعداد البرامج وبندرس الاذاعه ان احنا نبقى مذيعين، بندرس حاجات كتير جدا ليها علاقه بالكاميرا وليها علاقه انك تعرفي ازاي تتعاملي. مش بعيد طبعا، مش زي فنون مسرحيه بس ماما عهدتها ان انا ادرس فنون مسرحيه من البيت، اشوف ايه الكتب اجيبها اقراها، اخد ورش تمثيل مع مدربين من مصر ومدربين من بره مصر علشان اعوض النقص ان انا ما دخلتش معهد فنون مسرحيه. والحقيقه يعني انا مش شايفه، انا يعني كانك خريجه معهد حقيقي، عندك من الخبره ومن الثقافه ومن الحضور، والحضور ده شيء مهم جدا يعني اللي يخليكي فعلا تعملي كل الادوار، وانا شفتك في كل الادوار. يعني انت قلبك بيميل لايه اكتر؟ يعني بتحبي الكوميدي اكتر والشقاوه وهم مناسب لسنك كمان، ولا بتحبي التراجيديا الغامقه، ولا بتحبي ادوار الشر؟ وانت عملتي برضو، وده يعني سبحان الله غريبه على انت ملامحك بريئه جدا عشان كده كنت سابقه جدا جدا. قولي لي انت قلبك بيروح لفين اكتر؟ هقول لك كل حاجه ليها متعه خاصه. الكوميديا من اصعب الحاجات في اللي فات ده كله، لان انت عشان تضحكي حد مش سهل. مش سهل انك تعرفي تقولي حاجه وما تبقيش رخمه وما تبقيش بتقولي افيه سخيف، ما تبقيش يعني مش ما عندكيش حضور في الكوميديا، فالكوميديا صعبه جدا. لكن انا حبيتها، انا عملت مسرحيات، دي اكتر حاجه دربتني على الكوميديا. اشتغلت مسرح كمان؟ اشتغلت مسرح مع استاذ احمد امين، مسرحيات امين وشركاء. يا خبر اشوف عملت 9 مسرحيات. لا واحمد من الممثلين، انا وجهه نظري ان الواد ده حاساه كده من ايام نجيب الريحاني جدا، في ايه انه شامل وفنان بجد وفنان بيعرف يصنع منهج في الكوميديا مدرسه تخصه هو بس بالزبط. والحقيقه مهما تقلد هو لا. هو 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 الاهم طبعا. هو كمان احمد امين بيلعب مزيكا وبيعمل وبيرقص وبيألف بيرقص وبيعزف مزيكا كذا آلة. أيوة. مش آلة. أيوة. واحده وبيكتب سيناريوهات، يعني هو معظم المسرحيات دي هو مشارك في الكتابه فيها والله العظيم، فهو متعدد المواهب. وانا اعتقد ان احمد امين اكاديميه صغير جدا، يعني لانه كمان انا ما التقيتش بيه مره واحده لايف، يعني كنت عامله مسرحيه وكان بيحضرها الحقيقه، وما كانش بينا حوار حتى، يعني يا دوب سلمنا على بعض كده، لكن انا بتابع شغله، اعتقد انه مسؤول عن كل صغيره وكبيره في اللي بيعمله. ده حقيقي، هو عامل حاجه فكره خطيره ومهمه جدا، هو عامل لنفسه صناعه نجم، بمعنى ان هو عامل له اصدقاء من ايام ما كان بيدرس فنون جميله، الاصدقاء دول في منهم اللي بقى مخرج واللي بقى مؤلف، وكل دول هم اشتركوا مع بعض زمان لما عمل حاجه اسمها البلاتو. خد اصدقائه اللي هم ما اشتغلوش في الوسط الفني ولا هو كان اشتغل في الوسط الفني، وخلى منهم اللي بيعرف يكتب خلاه بقى كاتب، واللي بيعرف يخرج خلاه بقى مخرج، وبقوا هم كلهم كانهم تيم ورك وليهم شركه بيتجمعوا فيها كل يوم تقريبا، يقعدوا يكتبوا حاجات جديده، يطلعوا بافكار جديده. هو بيعمل لنفسه صناعه نجم اللي احنا عندنا في مصر مش يعتبر موجود. مش موجوده، هو بيصنعها لنفسه. طب انت استفدتي ايه من 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 مش من شغلك معاه فنيا على مستوى الاداره؟ هل ياسمين، وطبعا يعني جيلك مظلوم شويه ان ما فيش حد بيديركم او حد صبوت. بيستثمر فيكم بالظبط، يعني لو انا منتج لا اني يعني هتقع على ياسين فاقول هاتوا البت دي، زي زمان رمسيس نجيب كان بيجيب نماذج ويستفيدوا ماديا حتى منكم، يعني بالزبط. يعني يستثمروا فيكم. استفدتي ايه من رؤيتك لاداره احمد امين لمشروعه لنفسه؟ هقول لك استفدت طبعا ان ما فيش نجم هيبقى نجم لوحده، لازم يبقى وراه فريق عمل. أيوة. ناس بتسبورت، ناس بتعرف تحطه في المكان المظبوط. هو مش هيعرف ياخد قرارات سليمه لنفسه معظم الوقت، ممكن ياخد في الاول بس هيجي بعد كده يتخدع في القرار، لكن لما يبقى معاه فريق
يقولوا لا انت القرار ده مش صح، القرار ده صح، يعملوا له دعم بشكل مختلف، يشتغلوا معاه على السيناريوهات اللي بيعملها. عشان كده لما هتلاقيه احمد امين في اي مسلسل هو مميز، لان هو مش بياخد الورق زي ما هو يعمله، لا هو بيشغل فريقه معاه، يلا يا جماعه انا جالي اعلان جديد مثلا، يلا نشتغل على الاعلان ده، فيقعدوا يشتغلوا يطلعوا من الاعلان حاجه احلى كمان. فعشان كده هو مميز، عشان كده هو بيختصر خطوات كتيره جدا، اللي هو بيعمله ده هينجزه، لو ما عملهوش هو هيتعطل شويه. مش بس هينجزه، هيثبته جدا، وزي ما قلت لك هيصنع له او هيساعد في ان يبقى في حقيقي. يمكن احنا بعد مثلا 10 سنين هنقول زي ما كان في مدارس كوميديا للعظيم مدبولي والعظيم فؤاد المهندس، الاساتذه الكبار اللي اتعلمنا منهم، اعتقد الاجيال اللي بعد كده هتقول في مدرسه تخص أحمد أمين. لان طبعا في كوميديانات كتير عندنا هايلين من الجيل الجديد، هايلين، لكن اظن اللي هيعمل تاثير اقوى هو الاذكى طبعا، واحمد امين ذكي جدا جدا. اللي يخليه يسيب مشروع كبير كان شغال فيه زمان ويبقى فجاه ممثل، يبقى هو واثق الخطوه، يعني هو عارف هو داخل فين. طب انتوا لسه مستمرين في العروض المسرحيه؟ لا، المسرحيات دي وقفت بقالها سنه خساره. بس احنا زعناها على قنوات فضائيه فاتشافت بشكل كويس، لكن ممكن يدخل مشاريع تانية. هو كمان احمد بيحب ينوع طول الوقت، يعني هو عنده مشروع نجح مش هيفضل بقى ماسك فيه ويفضل يدي فيه يغير كمان، علشان يفضل عنده دايما حاجه جديده يقدمها. بس هي دي التجربه المسرحيه الوحيده اللي عملتيها؟ 9 مسرحيات بصراحه، انا حاسه ان انا شبعت كمان. لا، والمسرح بيعلم. طيب السينما جدا. ايه السينما؟ انا عملت زمان، مش زمان قوي، من حوالي 5 سنين، فيلم اسمه ليلى الكبيره. يخرب بيت جمالك، انت كنت البنوته اللي باباها ما كنتش عارف انه باباها وبيتجوزها. عظمة. كنت جميلة، وشوفي رغم ان ظهورك ما كانش، هو الفيلم كله كل النجوم صغير جدا، لكن انت كنت خطفانة وكانت حدوتة الحقيقة. ان اب عايز يعني هيتجوز واحدة ما يعرفش انها بنته الا ليلة الجواز، عرف انها بنته. لا كنت عظيمة. طب ما هو طب اللي بيقلقني بقى ليه التجارب دي ما بتروحش متعلي عليها؟ ما انت اثبتي عظمه. بحاول. خلي بالك الفرص احنا ما ب... يعني مش بنقدر ناخدها بسهوله، او احنا مش بايدينا الموضوع بشكل كبير. يعني انا لو بايدي، اعمل كل يوم فيلم وكل يوم ابقى موجوده في كل حاجه، بس على حسب الحاجات اللي بتتعرض. معاكي حق. في حاجات بتتعرض كويسه، بقول يلا دي هتقدمي خطوه قدام، في حاجات بتتعرض مش هتضيف، مش هتعمل لي حاجه جديده، فببقى بص يا ياسمين، انا يعني عايزه اقول لك ان جيلكم محظوظ ان القنوات تعددت والمنصات، لكن مظلوم ان الاعداد بقت كتير قوي. يعني مش هيثبت نفسه غير اللي عافر. وصحيح انت ما شاء الله عليكي موهوبه جدا، وحضورك حلو قوي، ممثله شاطره قوي، بس لو ما قدرتيش تقتنصي فرص تقدمي نفسك وتثبتي نفسك من خلالها، ما ممكن تدهسي. هقول لك، هو الحاجات دلوقتي الوسط الفني او اللي في جيلي بالذات بيعتمدوا على حاجات بسيطه جدا. دلوقتي بقت السوشيال ميديا حاجه مهمه جدا لدعم اي فنان بشكل غير متخيل. وعايزه اقول لك ان النجوميه ما بقتش نجوميه التمثيل بس، يعني في نجوم على السوشيال ميديا ما لهمش علاقه بالتمثيل خالص، لدرجه ان لما بيتعرض عليهم تمثيل بيقولوا لا هيعطلنا عن السوشيال ميديا. تخيلي. علشان بتجيب دخل كويس جدا. ده تقلي. يعني انا بقى فكرت بقى في الافكار دي، قلت طب انا دلوقتي ممثله بس انا السوشيال ميديا بتعامل معاها لاني بنزل صور لا طب انا عملت محتويات للسوشيال ميديا. برافو عليكي. عملت محتويات مختلفه، يعني عملت حاجه كده فيديو ردح بس بكل اللغات، بكل اللغات، يعني بالمغربي وبالسوري وبالكويتي وبالتونسي وبالمصري وبالصعيدي وبالفلاحي. قلت اعمل محتوى كوميدي للسوشيال ميديا، وقلت ابقى انا موجوده في السوشيال ميديا وموجوده في الشاشه، عشان لو هنا ده النجاح بيجي عن طريق السوشيال ميديا ابقى ما فوتش الفرصه. لا، عايزه اقول لك ان في سنك ممثلات برضو مبتدئات بيقولوا لي يا طنط اعتمادنا الاساسي على السوشيال ميديا، لان ده اللي بيجي لنا من خلال الاعلانات. ودخل الاعلانات اللي بيجي لنا من السوشيال ميديا اضعاف اضعاف اللي بيجي لنا مثلا من التمثيل. ده حقيقي. وتركيزهم الاكبر انهم ابتدوا يعملوا بيزنس على السوشيال ميديا، يبيعوا حاجات ويبيعوا منتجات. فعلا. يا ولاد طب لا، التمثيل لازم تركزي في التمثيل بس. فيا طنط الجديد ان السوشيال ميديا بقت
تفوقت على على التلفزيون اللي احنا جيلي كان بيقعد قدامه نترنح للمسلسل بتاع الساعه 7 ده او اللي بعد الفطار مسلسل رمضان او كده. فانت مهتمه بالسوشيال ميديا علشان هي دلوقتي الشباب اللي في جيلي ما بقوش بيفتحوا التلفزيون قد ما بيفتحوا الموبايل. برافو عليك. صح. فانا لازم اوصل للي في سني بالظبط. لازم بالزبط. اشوف ايه الطريقه اللي بوصل لهم بيها السوشيال ميديا. اوكي حتى المنصات دلوقتي يعني حتى القنوات بقت عباره عن منصات الكترونيه على التليفون. بالظبط بقت هي دي الاقوى دلوقتي. صح. بقت صح. الناس كلها بتعمل حلقات مسلسلات 7-8 حلقات عشان يذيعوها على منصه كذا وكذا وكذا لان هم دول اللي الشباب بتتابعهم. صح. فلازم اوصل لهم من كل مكان. عايزه اقول لك طيب هل ممكن في يوم تتخلي عن فكره ان انت تكوني ممثله وتبقي يعني سوشيال ميديا ستار؟ لا. لان المتعه في التمثيل برضو يعني انا بستخدم السوشيال ميديا علشان اوصل للتمثيل برضو مش علشان اخد يعني انا حتى ما بكتسبش مش بكتسب منها يعني الفيديوهات اللي انا عملتها دي انا عملتها على صفحتي كده عادي ولا حطيت لها حاجه ان انا اكسب منها هي يعني نعم جابت مثلا مليون ونص مشاهده ده يترجم في بس يعني لا انا ما اعرفش ازاي التكنيك يعني انا بقى لحد دلوقتي ما اعرفش ازاي برضو التكنيك والله ما ولا اعرف ازاي بس بجد انا مبسوطه ان الناس شافت الفيديوز وان الناس تفاعلت مع الفيديوز وقعدوا بيشيروها وفرحانين بالموضوع وده بيجيب لي شغل برضو طبعا يعني طبعا. في مخرجين بيتفرجوا ايه ده ياسمين بتعرف تعمل حاجات مختلفة عندوها فأنا ده بالنسبة لي استثمار ليا. طب جديدك إيه يا سنة؟ جديدي أنا حاليا لسه ما عنديش أي جديد مخلصة مسلسل حلو. مع يسرى ده اتعرض في رمضان الفنانة يسرى طبعا ما حفظ اللقب طبعا. يعني ده كان في رمضان اللي فات في عرض عليا فيلم بس لسه الموضوع إن شاء الله. مش باين قبلك بعد رمضان اللي جاي ان شاء الله لو لينا عمر يعني ان شاء الله واكون بتكلم معاكي في حاجه عظيمه انت عاملاها يا ريت وربنا حبيبتي يحميكي ويكرمك ويوفقك واللي جاي خير بالنسبه لك جدا جدا وسعدت يا ياسمين جدا بوجودك انا اللي سعدت جدا ان انا قاعده قدام كوميديانة جميله ومذيعه قمر يا حبيبتي ربنا يخليك للاسف الفقره بتاعتنا دي خلصت فاستنونا الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبكم